مشاهدي قناة لوسيت تي في، أهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. فريق الوداد البيضاوي من بعد الانتصار المميز اللي حققه في مباراة الذهاب أمام فريق النجم الساحلي التونسي، فريق الوداد معنويات مرتفعة مع المدرب الجديد غاريدو، بغي ينتصر على النجم الساحلي التونسي ويقصي فريق اللي طالما شكل عقدة للأندية المغربية. خرجنا باش نسولو الجماهير الودادية على التوقعات ديالها لهاد المباراة الحارقة. يلا معنا. السلام عليكم. السلام خويا، كي داير؟ كلشي بخير؟ اللهم لك الحمد، الله يحفظك. الحمد لله. الوداد النجم الساحل شفنا يعني الوداد الى قصى النجم الساحل غيفك العقده ديال الفريق اللي شكل عقده كبيره للكره المغربيه في السنوات الاخير. اش بالك؟ الحمد لله حنا الوداد تبارك الله دابا جا مدرب زوين قاد لنا الفرقه ديالنا، ان شاء الله شتينا المازن بجو عندنا جعدنا النجم الساحلي يبقى كيتشكر علينا هنا غنضربوكم هادي على الازمه ديال الوداد هادي، والحمد لله جابوا الله الرباح ومشوا عندهم ان شاء الله شي شمو وربحوهم ان شاء الله. واخا ما خالعينكش النجم الساحلي شي خير، حنا كنشيقوا في الوداد خاصهم يكونوا رجال معنا ويلعبوا معنا مزيان، حنا كما كنمشيو نشجعوهم هما خاصهم يتعاملوا معنا، ماشي نمشيو حنا نضربوا شي اماره في الفابو. حنا عندنا دابا 20 كانوا يمشيو تونس ولا مرقوا فلوسهم، فهمتي؟ كانوا غيمشيو يشجعوا حتى تونس. واخا على ذكر جمهور نجم الساحل شفنا في مباراه الذهاب انه كيرحب كيف ما الجماهير المغربيه وخاصه الوداديه والرجاوي يرحبوا بهم، كذلك راه كيواعدوكم كيواعدوا الجماهير الوداديه انهم غيرحبوا بهم ايضا ان شاء الله. كبرنا بهم حنا المغاربه، حنا بحال هكا كبرنا بهم، كيدوزوا منا خوتنا الدن حباب، فهمتي؟ بحال ولاد دربنا، بحال ولاد المغرب، هما حتى هما كيحسوا براسهم بحال في المغرب. واخا النتيجه كتوقع اللقاء ان شاء الله غنربحوا على الاقل واحد جوج، مهم غيديو فهمت غادي وكتبعد من المهم غيمشيو فرحانين على ديك التقصقيز اللي بقاو يتقصقزوا عندنا هنايا وغنربحوهم الوداد. ما جاش حاجه الوداد في واحد الازمه الدن كسحبوا راه كلشي غيبقى بحال هكا، الحمد لله الوقت راه كيتحس. على العموم انت كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. كيداير خويا الوداد؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك المرضي. تبارك الله عليك. يعني بنتي ليا متفائل بقدرة الوداد انه غيتأهل، وماشي غير انت، بزاف ديال الوداديين اللي متفائلين. شنو سر التفاؤل؟ واش 2-0 ولا التشكيلة ديال الوداد ولا المدرب غاريدو؟ شنو السر؟ التشكيلة شوية فهمتيني، ولاد غنكون رباح ان شاء الله ضروري في تونس ان شاء الله، تمو غيكون رباح مربوح ان شاء الله. واخا غاريدو في كلمة، ها؟ غاريدو في كلمة، اش غنقول لك اخويا؟ يعني شنو ضاف الوداد في هذا اللقاء؟ غاريدو مدرب كبير وضارب هو في تونس، عارف اللعابه ديال تونس وعارف اللعابه، هو عنده تجربه كبيره يعني، هو عارف الوداد حيت كيدرب الراجا، عارف المنافس ديالو يعني، جا الفريق غيعرف اللعابه غيعرف كل شيء غيتفاهم معاهم. واخا النتيجه كتوقع ان شاء الله تكون 3-0 ان شاء الله مربوحه. تطلبتيها كبيره مربوحه ان شاء الله، كل شيء قريب عند الله. داك الشيء اللي كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شي مزيان خويا الودادي؟ الحمد لله الله يحفظك. الوداد نجم الساحل. الوداد نجم الساحل ان شاء الله تكون مقابله زوينه ان شاء الله، فهمتي؟ هو نقدر الوداد نقدر يخسر بواحد 0 وغتكون كريمه ان شاء الله وغندوزوا ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. واخا شي كلمه للجماهير الوداديه اللي يعني مشات مع جمهور مع الفريق الوداد البيضاوي لتونس، شي كلمه لهاد الجماهير الوفيه ان صح القول. جمهور نويناس معروف عالميا، فهمتي؟ اي بلاصه اللي تي بلاصمو، فهمتي؟ اي بلاصه اي تيران تيعمرو، عارف جمهور الوداد جمهور كبير، فهمتي؟ معروف عالميا، ان شاء الله يكون هذا العام تكون كريم الفريق الوداد البيضاوي وجماهير الوداديه. تبارك الله عليك. اذا مشجع سبيسيال في ميكروفوت فريق الوداد البيضاوي امام النجم الساحلي التونسي، مشجع يعني رجاوي اللي بغى يعطينا الراي ديالو في هذا اللقاء. اول حاجه انت كمشجع رجاوي بعيدا عن العاطفه، شنو الراي ديالك في مباراه الوداد والنجم الساحلي؟ اصلا الوداد راه غادي تربح اصلا، وقدر كاع الى ما داس راه دوز بالتعادل، فهمتيني؟ اصلا هي ديجا غلبانه ب2-0، فهمتيني؟ عندها لافونتاج ديال على النجم الساحلي، ماشي بحال النجم الساحلي عندها تعثرات، عندها تعثر في الفريق، ما عندهاش استقرار اصلا، ما عندهاش لا استقرار لا مادي لا معنوي لا والو، فهمتيني كيفاش؟ ضروري الوداد غادي تدوز. واخا وانت كتمنى شخصيا الوداد يتاهل ان شاء الله؟ وضروري انا كنتمنى نتلاقاو معاهم حنا في النصف الثاني وندير لهم 4-4 ونطيحوهم او شي.
دونك دابا انت هادشي علاش بغيتي فريق الوداد يتأهل؟ واش حيت عزيز عليك فريق الوداد والروح الرياضيه، ولا بغيتي الرجاء طيح معاهم باش يتعود السيناريو 4-4؟ لا خويا انا ما عزاش عليا الوداد، ولكن الرجاوي ما عنديش مشكل هنا، وبغيت نتلاقاو معاهم في الناس باش عاوتاني نعطيهم شي رباعيه بحال شعبان ورمضان. راك عارف العموم، تحيه لك. النتيجه اللي كنت توقع لها الوداد ضروري التعادل 100%، 1-1.